المزارع عند رعاية نباتات الزيتون خلال شهر يوليو يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة، زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك، التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، دهان الجذوع بدهان البلاستيك أو البروتال لحماية الأشجار من أشعة الشمس، التسميد في الأشجار التي تروى بالغمر. من الأشجار من عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 100 جرام إلى 150 جرام من سلفات النشادر أو نترات النشادر. يتوجب إضافة 300 جرام من سلفات النشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات. يتم إضافة 150 جرام من سلفات البوتاسيوم للأعمار الصغيرة، وللأعمار الكبيرة يضاف 300 جرام، ويكرر هذا التسميد كل 15 يوم بمعدل مرتين في الشهر. التسميد في الأشجار التي تروى بالتنقيط: في الرية الأولى يضاف 3 كيلوغرام من سلفات النشادر ونصف كيلوغرام من سلفات المغنيسيوم، في الرية الثانية يضاف 3 كيلوغرام من سماد مركب، وفي الرية الثالثة تضاف 3 لترات من سلفات البوتاسيوم، في الرية الرابعة يضاف لتر من حامض أميني للفدان لمدة شهر، في الرية الخامسة يضاف لتران من حامض هيوميك مرة في الشهر، في الرية السادسة يضاف لتر من حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بالتبادل مع لتر من حامض الناتريك مرة كل 15 يوما. وبالنسبة للتسميد الورقي، يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر، ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار، ويكرر كما يلي: 350 جرام من الحديد المخلبي، و150 جرام من الزنك المخلبي، و150 جرام من منجنيز المخلبي، و75 جرام من المغنيسيوم، و50 جرام من سلفات النحاس، و200 جرام من اليوريا لرفع كفاءة الامتصاص. وعند الري يتوجب أن يكون معدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض عفان الجذور. وبالنسبة لبرنامج المكافحة، في حالة ظهور إصابة بحشرة الزيتون القطنية تعالج بالرش بزيت معدني مثل كازل شتوية بتركيز نصف لتر لكل 100 لتر من الماء، أو ترش الأشجار بأحد مركبات الديموثويت أو غيرها من المبيدات الفسفورية، ويتم إعادة الرش في شهر أغسطس حسب ظهور الإصابة. لمكافحة المن والتربس والجسيد نرش بمبيد لمبادة نصف سنتيمتر مكعب لكل لتر من الماء، ومادة ناشرة أو سيليكرون 1 جرام مكعب لكل لتر من الماء، ومادة ناشرة أو موسبيلان 1 سنتيمتر مكعب لكل لتر من الماء ومادة ناشرة. ولمكافحة الحشرات القشرية يرش مبيد حشري مضاف إليه أي زيت معدني.